ده أنا بدون ترخيص الأيام دي في عام 2023، وهو كان داخل الحيز العمراني بس راح بنى من غير ما ياخد ترخيص بالمباني، بيسأل هل هيندرج في بند التصالح أو هينفع يدخل في قانون التصالح من عدمه، ولو معاه نموذج 10 مؤقت وعاوز يعمل إحلال وتجديد إيه الوضع القانوني ويتصرف إزاي، وهل يعمل إحلال وتجديد ولا ينتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها القرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، وسامحونا على الغياب والتقصير، والله ضغط شغل بس، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني نخطف أي كلمتين نقولهم عشان الأسئلة، فيها أسئلة كتير بصراحة على صفحة القناة لموضوعات متعددة، فأنا اخترت كام سؤال كده يعني أحاول أرد عليهم، وإن شاء الله الفترة الجاية بقدر الإمكان يعني يدعونا بس إن نقدر يعني نستمر في إن احنا نقدم المحتوى اللي بنقدمه لحضراتكم. بالنسبة للمخالفات أو بالنسبة للسؤال اللي هو متعلق به اللي بنى بدون ترخيص في عام 2023، أنا قلت في ورديت على السؤال ده أكتر من مرة في فيديوهات سابقة، لكن السؤال بيتكرر، ما عندناش مشكلة نرد على السؤال مرة واثنين وثلاثة. قانون التصالح حاليا بيتم مناقشته أو يعني تحت بند المناقشة أو منتظر في أجندة مجلس النواب، ناس بتقول إن هو في آخر شهر 6 هيتم مناقشته، ناس كتير بتتكلم، لكن معلومة أكيدة على موعد مناقشة أو إقرار قانون التصالح عشان أكون صادق معاكم لسه ما فيش خبر أكيد أو إعلان من مصدر رسمي نقول إن النهاردة أو بعد يوم أو بعد أسبوعين هيتم مناقشة قانون التصالح الجديد. إلى أن يتم مناقشة قانون التصالح الجديد وإقراره، كان المفروض أو المفروض لغاية دلوقت محدش يخالف أو محدش يتعدى بالبناء على أراضي زراعية، محدش يبني بدون ترخيص. الراجل اللي بنى بدون ترخيص، عشان ما طولش على حضراتكم، بنى بدون ترخيص بيسأل على موقفه القانوني. طبعا أكيد يتعمل لك محضر بناء بدون ترخيص أو استكمال أو استئناف أعماله، وأيا كان الشكل اللي اتعمل به المحضر هيتم حالة المحضر للنيابة، ويعني غالبا هينزل جلسة، وفي الجلسة تقدر تتعامل أو محاميك يقدم الدفوع اللي تقدر تثبت بيها موقفك القانوني في المحكمة. إنما بالنسبة لموقفك من قانون التصالح اللي بيتم مناقشته أو مشروع، هو مش قانون، هو حاليا مشروع قانون للتصالح، لما يقر نقول قانون، لسه لغاية دلوقتي هي لما يطلع القانون هيحدد المواعيد ويحدد الإطار الزمني اللي هو بيشمله المخالفات. يعني ممكن يقول ان القانون يشمل كل المخالفات اللي صدرت او لغاية صدور القانون، ممكن يحدد اطار زمني معين. بالنسبة للشق الثاني من السؤال اللي هو معاه نموذج 10 ومؤقت، طبعا هو نموذج 10 مؤقت ده لازم لجنة المواصفات مطابقة المواصفات تعدي وتطابق المستندات اللي حضرتك مقدمها في ملف التصالح على أرض الواقع عشان تديلك شهادة المطابقة وتاخد نموذج 10 الدائم. لغاية ما تاخد نموذج 10 الدائم يعني ما ينفعش لا تعمل إحلال ولا تجديد ولا تعمل أي نشاط بنى على المكان اللي انت مقدم التصالح عليه. إذا حضرتك هتنتظر لغاية ما تحضر أو لغاية ما تاخد شهادة المطابقة. لو في اي سؤال او اي استفسار حوالين هذا الموضوع او غيره من الموضوعات القانونية اللي بنتكلم فيها، والله بحاول بقدر الامكان الاسئلة اللي بترد على صفحة القناة على قد ما اقدر وعلى قد ما الوقت يسعفنا ان احنا نرد عليها، ان شاء الله ربنا يعيننا ونكون حاضرين وتحت امركم في اي وقت. ما تنسوناش من الدعم على الفيديوهات، عشان الفيديوهات كل ما بتنتشر بتوصل المعلومة، حتى لو واحد مش مشترك في القناة ممكن يوصل له الفيديو يستفيد بمعلومة، يبقى احنا كده يعني عملنا المبتغى من الفيديو.
ونشوفكم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.